This call is now being recorded. ها عيني، راح تعرضونا البريفينج؟ هسه دكتورة بس ثواني. تمام، ماشي. عيني، هاي دزيت لكم رابط الحضور مع السمول جروب، حتى بنهاية السمول جروب إن شاء الله يعني تملوا إن شاء الله تعالى. المشاركة طلع لكم إياه، أني دا أسوي لكم شيرينج. واضح عيني؟ واضحة الشاشة قدامكم؟ بلي دكتورة واضحة. اي تمام، هاي اوكي، سويت لها شيرينج. انا عبالي انتو اسرع من عندي، صار تمام. هو هذا صراحة هو ملخص يعني للبيشنت اللي ما يعني حكينا عنه بصورة سريعة شوية يعني بالمحاضرة. طبعا سوري اذا اكو بعض المصطلحات يعني هي بيورلي كلينيكال، بس انا يعني من امر عليها لازم تفتهمون هي شنو معناها. يعني regarding evaluation of patient with menstrual anomalies أو abnormalities، عفوا أهم شيء إحنا يعني سواء هذه البيشنت عندها منوريجيا، عفوا سواء عندها menstrual irregularities، عندها heavy menstrual bleeding، عندها مثلا أمينوريا، تقريبا أكو أشياء يعني specific points بالهيستوري هي تكون ثابتة، وأكو أشياء لا، أكو أشياء هذه يعني تكون متغيرة حسب الـ يعني presentation مال البيشنت. تمام، نجي مثلا regarding the history، مثل ما قلنا نسأل على الهيستوري شنو هذه البيشنت، whether she has problems، whether she has abnormal menstrual pattern before، إذا هي كانت menopausal يعني or not، any bleeding after menopause، وهكذا ناخذ history مفصل. نجي بعدين يعني إذا نركز على the past history، على the surgical history أيضا، medical history، history of any medical problems. بعدين نجي على الاكزامينيشن. الاكزامينيشن يعني بالاضافه الى يعني الاكزامينيشن اللي هو الجنرال اكزامينيشن، يعني فور ذا بادي ماس اندكس، فور ذا بالر، فور ذا يلوش ديسكلريشن، لمفادينوباثي،
تمام، نحتاج نسوي assessment for the secondary sexual characters، ونحتاج نقيس الهايت. شنو هي secondary sexual characteristics؟ اللي هي breast development و pubic and axillary hair، وبالإضافة إلى measurement of height، لأنه على أساس الهايت ممكن إحنا يعني نقرر the further follow up further work up of this lady. بعدين نجي على الانفستيجيشن كبيسك انفستيجيشن احنا نسويه. هذه بالنسبه يعني هو هسه انتم ماخذ لكم اياها كبرايمري امينوريا، يعني نركز على السكندري سكشوال كاركترستكس بالاكزامينيشن وركز على الهايت. وبالنسبه للانفستيجيشن يحتاج نسوي لها البيشنت الترا ساوند، ويحتاج نسوي لها هرمونال اسي، ويحتاج نسوي لها كاريوتايبنج. تمام، شنو فائده الالترا ساوند؟ هو كان سي ليش هذول البيشنت وذا برايمري امينوريا يحتاج نسوي لهم الترا ساوند؟ دكتور احنا نشوف التيومر اذا تيومر او شيء ما يخالف، ممكن تو اسس اذ ذير از بريزنس اوف اني بلفيك ماس. زين تمام، بعد دكتور اشوف اذا عدم يوترس او لا. فيري جود، احنا ايش قلنا؟ قلنا البرايمري امينوريا البيشنت شي نيفر هاد امينس بيفور، هذه يسموها برايمري امينوريا، وذر ان ذا بريزنس اور ابسنس اوف سكندري سيكشوال كاركترز. وحددنا العمر، قلنا اذا 14 وما عندها منسز يعني ما امينوريك برايمري ان ذا بريزنس اوف سكندري سيكشوال، اور 16 ان ذا ابسنس اوف سكندري سيكشوال كاركترز. اذا اهم شيء بالالترا ساوند والامينوريا قلنا المشكله وين؟ اما بالهايبوثالاموس بيتيوتري او بالاوفري اور ان ذا اند اورجن اللي هو اليوترس والاوت فلو. فهذول شلون نسوي لهم اسسمنت؟ بالنسبه للاناتومي اناتوميكال بروبلمز ان هذه نعرفها بالالترا ساوند، مثل ما قلتوا نشوف اكو اني بيلفيك ماس، نشوف اهم شيء اليوترس موجود او لا. تمام، بعد شو نسوي له؟ شلون نسوي له اسسمنت اوف ذا هايبوثالاميك بيتيوتري باث واي؟ باي ويتش مين نسوي له هرمونال اسي، لازم نقيس الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين، ومرات نقيس ممكن الثايرويد همين التي اس اتش، ونسوي لها كاريوتايبنج. هذه البيشنت وذ برايمري امينوريا. ليش نسوي كاريوتايبنج؟ لان يعني هذول البيشنت اللي الالترا ساوند مالتهم ممكن يطلع اكو يوترس نورمال بس هم برايمري امينوريا، وي هاف تو اكسكلود كروموسومال ابنورماليتيز خصوصا التيرنر سيندروم. فاما اليوترس نشوفه موجود تمام بأول حالة إذا كانت normally secondary sexual characteristics موجودة، إما اليوترس يكون موجود وبهاي الحالة يعني by ultrasound، بهاي الحالة شنو؟ we have to exclude either normal anatomy يعني ماكو obstruction أو أكو out flow tract obstruction. إذا أكو out flow tract obstruction should be treated accordingly، يعني هي البيشنت اذا عندها مثلا فاجينال ستينوسيس نسوي لها تريتمنت دايليتيشن، اذا عندها مثلا او فاجينال اتريجيا او اجينيسيس نحاول نسوي لها دايليتيشن. طبعا هي مو دائما التريتمنت از افكتيف يعني، ولكن هذا التريتمنت بتاعتي. اذا عندها سيرفايكال ستينوسيس نسوي لها دايليتيشن، اذا عندها امبيرفوري تايمين نسوي لها اكسجن حتى نخلي المنسترال بلاد يطلع، اذا عندها ترانسفيرس فاجينال سبتام we have to excise this septum in order to allow for the menstrual blood to pass outside. هذا اذا كان اكو obstruction. اذا ما كان اكو obstruction يعني الالتراساوند قلنا اليوترس موجود واللور جينيتال والابر جينيتال تراكت كلها patent ما بيها مشكله، اذا وين نتوقع المشكله؟ المشكله بالهرمون، المشكله بالهاير pathways، ممكن بالاف اس اتش بالال اتش بالبرولاكتين. الاف اس اتش إذا طلع normal أو decreased طبعا after exclusion of other causes ممكن نتوقع هذا constitutional delay. إذا طلع high ال LH وال FSH ممكن هذه a case of polycystic ovarian syndrome. إذا طلعوا high همينة ممكن another a problem يسموها resistant ovarian syndrome or premature ovarian failure. تمام؟ resistant ovarian syndrome يعني شنو؟ يعني الاوفري المشكله بالريسبتر فور دي ال اتش اند اف اس اتش، زين هم يكونون هاي فيصير هذول المشكله وين؟ بالاوفري.
أو increase prolactin due to prolactinoma. طبعاً أنتوا هذا كتفاصيل كلينيكال ما مطلوبة من عندكم، بس حتى تفتهمون شو نسوي يعني in general للpatient إذا كان عندها primary amenorrhea. نسوي لها ultrasound حتى نعرف إذا أكو anatomical abnormality to check the presence or absence of the uterus. نسوي لها hormonal assay ونسوي لها لازم karyotyping. إذا كان اليوترس دكتور بس سؤال yes. دكتور هذا مثلا عندها البيشنت عندها resistant ovary يعني دكتور غير مفروض استروجين قليل، شلون صار عندها normal secondary sex characterized؟ لا الاستروجين مو قليل، الاستروجين مو قليل، هي المشكلة هذول يعني هو يعني secondary sexual characteristic مالتهم الاستروجين مو بس السورس الوحيد إلى الأوفري دكتور، ممكن another source هو الاندروجين، تمام، يصير aromatization of the androgen to the estrogen، تمام؟ شكرا دكتور. يعني هو ممكن يطلع لنا من الأوفري، صحيح the major source، بس ممكن يطلع يتحول من من الأدرينالز همينة، ممكن عن طريق الأندروجين بالأدرينال يتحول إلى استروجين. طبعا هذا resistant ovarian syndrome، هذا شلون نفرق عن الأوفريان فيلر؟ هذول يسوي لهم بايوبسي يشوفون هذا resistant ovary be good number of primordial follicles، يعني الريزيرف المخزون مال البيوب نورمال، بينما بالأوفريان فيلر تمام هذول يصير عندهم شنو؟ يصير عندهم diminished pool of the primordial follicles. هذه هيك المعلومة، تمام. عندنا بعد شنو؟ إذا طلع absent uterus عندنا الكاريوتايب is very important. اليوترس ما موجود بهاي الحالة، بهاي الحالة احنا ببالنا احتمالين، لو هي تطلع 46XX اللي هو شي يسموه حكينا عليه إذا تتذكرون يسموه روكيتانسكي سيندروم اللي هو المولاريان أجنيسيس، تمام؟ أو شنو يطلع؟ شي يسموه يطلع الأندروجين إنسنسيتيفيتي اللي هي الإكس واي، اللي هي الإكس واي فيميل، اللي هذول همينة ما عندهم يوترس، تمام؟ وبهاي الحالة المانجمنت راح تختلف تماماً، يعني هذول الاندروجين انسنسيتيفيتي هم الفينوتايب صح فيميل، بس هم ما عندهم شنو they cannot ما عندهم اوفري they have no hope for pregnancy، تمام؟ بينما الروكيتانسكي سيندروم عندهم اوفري، فممكن يعطون الاوفا مالتهم الانذر فيميل حتى تصير بريجننت هي باليوترس مالتها يخلوها لانه ما موجود عندهم يوترس، وممكن they have their own فوليكل، هنا الاكس واي ما عندهم فوليكل تماما. هسه اذا كانت absent secondary sexual characters، يعني هذه المريضة اجتنا at the age of 16 with the absence of secondary sexual characters، نقيس الهايت. طبعا احنا الهايت مو واحدة نقيسه، ايضا احنا نحتاج الهرمونال اسي، نحتاج الكاريوتايبينج، فاذا طلعت نورمال هايت نحتاج نسوي الهرمونال اسي، طبعا اذا طلع ال اف اس اتش والال اتش هاي معناه يحتاج لها كاريوتايبنج هذه. اذا طلع لو معناه المشكله وين؟ المشكله ان ذا هاير ليفلز ان ذا باثوي، ممكن بالهايبوثالاموس ممكن بالبيتيوتري، زين، فيصير هايبوغونادوتروفيك هايبوغونادزم، يعني مثلا انجري تروما تيومر، اذا طلعوا هذول الهرمونز لو، يعني هم من الاصل المشكله اما بالبيتيوتري او بالجي ان او بالهايبوثالاموس. إذا الهاي طلع شورت نقيس لها الهرمونز، إما تطلع لو أور هاي، إذا هاي نفكر بالكروموسومال أنوماليز اللي هي الغالبا هي الترنر سيندروم، وإذا لو أيضا نفكر بالهايبوثالاميك أور بيتيوتري كوزز انتراكرينيال ليجنز. طبعا هنا إذا كان نورمال هايت أيضا ممكن نسوي كاريوتايب، هم يعني إما يطلع عندنا 46XY or XX، وهذولا ممكن resistant syndrome، ممكن premature ovarian failure، ممكن gonadal agenesis، وكلهم هذولا ممكن يجون يشوفوا هواية spectrum، يعني depending on the level of the estrogen in the circulation، يعني هذا مثلا هذولا جماعة resistant ovarian syndrome مرة يجون ما عندهم absent secondary sexual characters، تمام؟ ومرة يجون شنو؟ ومرة يجون عندهم secondary sexual characters، فيعتمد على شقد استروجين deficiency، تمام؟ يعني هو مرات not absolute، ولهذا يطلع عندهم secondary sexual characters. هسه ما حتى مثلا جماعة التيرنر سيندروم، جماعة التيرنر هم يعني يكونون absent صحيح، بس مو كلهم absent،
مرات there is some development to some extent of the secondary sexual characters, ولكن الصفة الغالبة هم يكونون شنو؟ يكونون primary amenorrhea and failure to develop secondary sexual characters. انتو تحفظون بصورة عامة. تحفظون بصورة عامة انه شنو هي investigations that are needed to assess the patient with a primary amenorrhea and the يعني the reason for their application. يعني ليش دي نسوي هذا التست؟ الهرمونز ليش دي نسوي FSH و LH؟ حتى إذا لقينا مثلاً لقيناهم صاعدين نفكر بال causes of hypergonadotrophic hypogonadism. مثلاً جماعة ال premature ovarian failure, resistant syndrome, الأجنيسيز. تمام بال كروموسومال انوماليز مثلا جماعه الاندروجين انسنسيتيفيتي روكيتانسكي سيندروم هذول كلهم نخليهم ببالنا كديفرنشال دايجنوسيس زين وليش نسوي كاريوتايبنج حتى نعرف هذه كروموسومالي نورمال اور اب نورمال زين ونعرف هذه اكس اكس لو اكس واي لانه المانجمنت تختلف فهذه ان جنرال تخلوها ببالكم فور سكندري امينوريا احنا يعني صراحه هي نفس اللي موجوده بالمحاضره منسترال هيستوري كونتراسبشن بريجننسي ميديكيشنز اللي هذه كلها احنا عدناها يعني قلناها ما يحتاج نعيدها يعني غالبا الكوزز مال سكندري امينوريا هي ممكن اكفد باثولوجي معين وقلنا اهم شيء هو شنو اكسكلوجن اوف بريجننسي لازم نسال على الكونتراسبشن زين نسال على الثايرويد بروبلمز الانفستيجيشن اللي نحتاجها هي نحتاج التراساوند شنو فائدة الالتراساوند بالسكندري امينوريا شنو فائدته شنو فائدة الالتراساوند ان سكندري امينوريا احنا قلنا البرايمري تو ديتكت اني ستراكتشرال ابنورماليتيز اني اناتوميك تو ديتكت ذا بيتنسي اوف ذا اوتر فلو تو تشيك فور ذا بريزنس اور ابسنس اوف ذا يوتراس بالسكندري امينوريا سكندري هي اكيد عندها يوترس تمام شنو فايده دكتوره اذا عندي جونادال تيومر مثلا فيري جود هذه وحده اذا اوفيريان سكريتينج تيومر اوفيريان اندروجين اور استروجين سكريتينج اوفيريان تيومر نعم بعد شنو فايده الالتراساوند to check for the presence of the local pathology. احنا قلنا واحدة من ال causes ممكن polycystic ovarian syndrome. زين اوكي نشوف ال ovaries اثنيناتهم او واحد من عندهم enlarged ونشوف multiple small follicles يعني in the ovary whether in the cortex or in the medulla small follicles. زين ممكن نشوف ال patient اذا عدا fibroid مثل ما قلنا leiomyoma. زين اللي هي قلنا benign tumor of the smooth muscle of the uterus اوكي وممكن شنو بعد ممكن شنو بعد فائدة الالتراساوند ممكن نشوف اذا اكو endometriosis اوكي endometrioma suggestive of adenomyosis هذه كلها ممكن يعني ممكن يطينا فد hint about any acquired defect in the uterus زين CTMRI شنو فائدتهم for secondary amenorrhea طبعا اذا كان عندنا اني مثلا suspicion about مثلا pelvic tumor يعني ovarian tumor اذا كان عندنا ممكن نحتاج مثلا pituitary scanning for the possibility of the pituitary adenoma مثلا اذا الهيستوري كان suggestive of ovarian failure زين لا نسوي لها البيشنت كاريوتايبنج ليش لان هذول مثلا جماعه التيرنر سيندروم هذول are liable for a premature menopause اللي يصيرون اكس زيرو هذول بسرعه ممكن يصيرون اوفيريان فيلر ممكن يحتاج الهيستروسكوبي ممكن يحتاج اف سسبكت اشرمان سيندروم اللي هو قلنا شنو الاشرمان سيندروم هو عباره عن انترا يوتراين ادهيجن اند فايبروسيس كوزد ممكن باي سيرجيكال انترفيرنس مثلا دايليتيشن اند كيوريتاج باي فيجرس دايليتيشن اند كيوريتاج باي ديستركتيف infections of the endometrial cavity طبعا الهرمونال اسي نستفيد منها ايضا حتى شو نسوي هرمونال اسي حتى نعرف البيشنت اذا هايبربرولاكتينيميا اذا عندها ثايرويد بروبلم اذا سكندري امينوري نسوي لها بيتا اس سي جي تو اكسكلود بريجننسي يوراينري اور سيرم بريجننسي تيست زين
ممكن نسوي لها ال اتش اند اف اس اتش زين اسسمنت، حتى نشوف هذول مثلا جماعه الشيهان سيندروم اللي يصير عندهم اذا البيشنت عنده هيستوري مال بليدنج افتر ليبر، سيفير بليدنج افتر ليبر، وصار عندهم امينوريا سكندري امينوريا ورا يعني ورا فتره مثلا ورا كم شهر بعد الليبر، زين نتوقع انه اذا الهيستوري مالتهم يقول اكو بليدنج نتوقع تكون عندهم هايبو جونادوتروفيك هايبو جونادزم، يعني لو اف اس اتش لو ال اتش، قد يكون الجلوتي اس اتش همينه تمام، لو برولاكتين ليفل. هذول يعني بصوره عامه فوائد الانفستيجيشن فور دي سكندري امينوريا ايفالويشن. همينه ايضا هيستوري، ومن ناخذ الهيستوري للبيشنت وذ هيفي منسترال بليدنج اللي كان بالمحاضره اللي قبلها اسمه مينوريجيا، قلت لكم هسه بالجديد يسموه هيفي منسترال بلاد لوس اور هيفي منسترال بليدنج. ناخذ هيستوري تمام، ريجولاريتي فريكوانسي دوريشن اماونت، اذا عندها انتر منسترال بوست كويتال، بوست كويتال يعني عندها بليدنج افتر كويتس تمام. acute blood loss is highly subjective but rough idea may be gained from، يعني احنا مثل ما قلت لكم هي البيشنت يعني ما عندنا ميزان يعرف هذه البيشنت ايش قد عندها blood loss، بس احنا شلون نعرف نسالها ايش قد تغير number of pads frequency of change number of days of flow clots or flooding impact on daily activity، من خلالها ممكن نكون فكره عن ال amount of blood loss. أيضاً بالإكزامينيشن for the signs of anemia، لأن نتوقع هذول اللي عندهم heavy blood loss ممكن يعني كل شهر يصير عندهم هواية loss ممكن يصيرون anemic. أيضاً لازم نسوي abdominal pelvic examination to detect any مثلاً masses مثلاً fibroid، ممكن نحسه بالabdomen ovarian cyst or pelvic examination نشوف the size of the uterus زين إذا أكو any tenderness any mass. Investigation مثلا full blood count إذا ال patient suspected to have anemia، beta HCG to exclude pregnancy، أيضا TSH thyroid coagulation work، أو إذا كان ال history مالتها يعني suggest bleeding disorder، high vaginal and endocervical swabs، هذول swab ناخذ نسميهم إحنا شنو مسحات for culture and sensitivity، يعني من secretions إذا هي البيشنت عندها مثلاً في discharge abnormal في perulent discharge مثلاً نأخذها for assessment of the culture and sensitivity حتى نعرف ممكن ال cause مال هذا abnormal bleeding ممكن infection. pelvic ultrasound أيضاً مهم حتى نعرف ال causes of menorrhagia. smear if possible اللي حكينا عليه اللي هو pap smear and sampling of endometrium اللي هو DNC or pipal or hysteroscopy. hysteroscopy شنو؟ hysteroscopy direct visualization of the endometrial cavity by using endoscope. hystero يعني uterus. hystero uterus. scopy vision okay or light or microscope or endoscope عفوا. في hysteroscope it is an endoscopy of the uterus. نشوفه مباشرة ندخل بكاميرا inside the endometrial cavity ونشوف إذا أكو any abnormality أو نأخذ biopsy من the abnormal area. هذا نفس المخطط مع the primary and secondary amenorrhea just يعني for للاطلاع خلي نقول. and thank you for joining for listening. any question regarding the briefing؟ إذا عندكم سؤال تمام. هسه نبدي نناقش الكيسز ان شاء الله. ليش وقت هو البريفنج مالتكم لهذا السمول جروب تخلص؟ عفوا دكتوره قصدكم وقت المحاضره؟ لا السمول جروب. والله ما عندي علم. تمام تمام. يعني مفتوح لو اكو وقت محدد. يعني هو عادة مرات الثنتين نخلصها يعني حسب لحد ما اكمل. تمام تمام. زين انتم هسه مثلا regarding the workbook مالتكم. تمام؟ كل الاسئله تلاقون بها صعوبه لو اكو فد اشياء محدده.
يعني انتو حالين او ما حالين؟ حالين الورك بوك مالتكم الهوم وورك؟ دكتور هي تصير مناقشة بينك وبين يعني مثلا ياسين من كل جروب طالب. زين اذا هسه انتم طلعوا هذه مالتكم، خل اطلع لكم الجروب وورك او تصير او تحلين يعني زي ما انت يا معودين. هو بيناتنا مناقشة قلت لك دكتور يعني لو انت تحلين لهم نتناقش يعني من كل جروب طالب ونوزع الاسئلة. يعني على مودكم حتى هذا نتناقش دكتور. هو احنا كيف نتناقش؟ كيف انت بس على مود الوقت. زين دعرضوا لي بس غير المناقشة دي. ها هذا يصير حل جاهز، مو صار مناقشة، هاي صار سبون فيدينج. عيني دعرضوا لي الجروب وورك مالتكم، لأنه الظاهر ما موجود عندي، ما دا يفتح. عندكم أحد راح يعرضه؟ ها عيني من راح يعرض لنا اياه؟ زين اوكي ما يحتاج تعرضوا لنا اياه، مو مشكله، اقروه اقروه يمكم موجود، نقرا سؤال سؤال. ها شو ساكتين دا تسمعوني؟ بلى دكتورة موجودين بس الساعة على ما طلع الورك. تمام تمام يلا ها طلعتوا الورك بوك مالتكم؟ ايه هسه تمام دكتور انا ما اسوي له شيء لقيته. ها اسوي له شير ماشي تمام. يعني هسه انتم هنا اكو ناس ما ادري تدخل وتطلع مو مشكله، حتى بالسرة تمشي عليكم ان شاء الله، واحد واحد يحكي لنا السؤال ويحل لنا اياه نتناقش فيه.
فيعني عيني ماكو داعي هسه للشيرينج، مو مشكلة، كل واحد يخلي الورك بوك مالته قدامه ويقرأ لنا اياه، كل واحد من عندكم حتى لا ياخذ وقت. يلا عيني، منو اول فولنتير؟ احمد علاء طاهر. نعم دكتور. يلا احمد فؤاد، ها يلا اوكي احمد فؤاد. احمد علاء وين دكتورة؟ طلعت يمكم السكرين؟ السكرين لا، اي هسه طلعت هسه بس اي تمام. خلي اروح خلي افتح الملف. ماشي ماشي. اي عين تمام. يلا اول سؤال remind yourselves of the stages of puberty in girls. Fill in the range of ages associated with each stage. يلا عين، ايش عندكم هسه اول شيء؟ يلا عين، من اول واحد؟ يلا احمد علاء او احمد فؤاد، اي واحد من عندكم؟ نعم دكتور. يلا عيني، يلا احمد عيني. اول ستيج البريست انلارجمنت، اي تريكي، اي نعم دكتور، تصير من 9 ل 10 سنوات. زين. الادرينركي البابك هير، نعم، تصير من 10 ل 11 سنه. نعم. الجروث سبورت تصير من 11 لحد 13 سنه. نعم. المنيركي يصير من 12 ل 14 سنه. اوكي، هاي هي موجوده عندكم بالمحاضره هاي الارقام؟ موجوده بالمحاضره هذه؟ دكتوره بحثت عنهن لقيت بالنت، ما اتذكر موجوده، ما موجوده يمكن. لا هي موجودة بالمحاضرة، موجودة بالمحاضرة عندكم إذا ترجعوا لها يعني. تمام زين، ايش قد الجروث فيلوسيتي؟ جروث فيلوسيتي ان فيميل بير يير؟ فيميل 9 سنتيمتر بير يير. زين زين، هي طبعا الجروث سبيرت مال بالفيميل يعني هو يبدي ايرليير اند اند ايرليير ذان ان بويز. تمام، under which influence احمد؟ ليش دا يصير هذا يعني هيك growth spurt؟ what is يعني what is the يعني the خلينا نقول mechanism. دكتوره الهايبوثالاموس يس سيكريت الجونادوتروفين ريليزنج هرمون وحفز ال LH وال FSH وحفز الاوفريز انه بعدين الاستروجين هو يحفز الجروث سبيرت. Very good. The growth spurt والاستروجين استروجين dependent، وبالتالي يوصلون الفاينل هايت مالتهم. هم شو وقت يوصلون الفاينل هايت؟ شو وقت يوقف الجروث سبيرت؟ شو وقت يوقف الجروث؟ 13 سنة. يعني صراحة يعني موصلي قسم يقولون من يعني 14، يعني خلينا نقول من 13 الى 14 ونص او الى 15 سنه، هذول الفاينل هايت يعني they will reach their final height. بس هم طبعا شنو يصيرون earlier than in boys، لانه هذا الاستروجين من يبدي يصير more mature more secretion ايش راح يسوي؟ closure of the epiphyseal plate، ولهذا بعد stop يعني stop يعني growing stop هذا يعني gaining more height. نعم تمام تمام. طبعا هو المينارك صراحة كرينج ممكن يصير from 11 to 15 years and the growth spurt from 10 to 14 years while pubic hair or adrenarch from 11 to 12 years. هو مقارب يعني للأشياء اللي قلتها، بس أنا أفضل أنه ترجع للمحاضرة يعني reference values أحسن من النجاح. تمام، هسه question الوراء، منو الquestion الوراء؟ هلا دكتورة؟ عيني نعم يلا خلي جاوبنا مرة.
يلا جاوبي نور. دكتورة يقول puberty is defined as physical sign of sexual maturation before 8 years or menarche before 10 years old. Why may precocious puberty be stimulated by meningitis? Precocious, دكتورة نور. Precocious. Not precocious. Yes. Precocious. Yes. دكتورة المننجايتس معناته التهاب، يعني بمعنى التهاب يعني اكو انفلاميشن واكو يعني سيتوكاين تنفرز وغيرها، وكذلك الاندوتوكسين وغيرها تنفرز من البكتيريا راح تاثر لي على السي ان اس، يسوي سي ان اس انسلت، وبالتالي راح الايرلي ستيميوليشن اوف هايبوثالاموك عند جورجي ونادل اكس. فيري جود فيري جود. هذه يا نوع من البريكوشيس بيوبرتي دكتوره نور يعتبر هذا؟ يعتبر شنو؟ gonadotropic hormone dependent، يعني شي يسموه central or true. Central or true. Or true. Yes, very good. Precocious puberty. Yes. Next, please. دكتورة حلا. يلا يلا عين عين. Welcome. What are the effects of precocious puberty on a bone growth? Would you expect a girl to be shorter or taller as an adult because of precocious puberty? Yes. دكتور احنا اهم كاركترستيك للبيورتي هي الفيوجن اوف ابيفاشيال. نعم. فهنا عندنا ايرلي بيورتي وبالتالي ايرلي فيوجن وبالاخير يصير عندنا شورتنر ستيتشر. يس، يعني شنو؟ يعني هذول يبدون الاستروجين مالتهم يكون هاي ايرليير. تمام، يعني يبدي بيفور ذا ايج اوف 9 yes or 8 okay the hyper secretion of the estrogen، وبالتالي من يوصل الاستروجين فد level معين mature level راح يسوي earlier closure of the epiphyseal plate، ولهذا يصيرون shorter than يعني than other patients without a precocious puberty. Yes, very good. Because the growth spurt begins earlier and terminated earlier. Next question. دكتورة حلا. أحلى دكتورة. يعني إيه تفضلك. Delayed puberty commonly presents as primary amenorrhea, which is failure to menstruate by the age of 60 years. What possible explanation might you consider if a plasma أول شيء إذا كانت plasma LH and FSH level are normal range. إذا البلازما LH and FSH normal، في حالة كانت normal فممكن إنه يكون out flow obstruction، يعني إنه الهايبوثالاموك pituitary ovarian axis is functional، يعني أوكي normal ما بيها شيء، لكن مشكلة بال out flow tract vagina أو uterus. الدكتورة هم يمكن إنه gonadal dysgenesis مثل Turner syndrome ممكن، هذول يكون اوفرز الاوفر ستريك فبالتالي ميس تجيب الاف اس اس الالج، يكون هذول هاي اف اس اس عند الالج لانه استروجين بدهم ان اورد افيش ما حيصير، راح يصير كودك فيدباك او بفلو استروجين على الهايبوثالامس وعلى البيتيوتري حتى يطلع مور استروجين. تمام، فيصير عندهم ذر هاي اف اس اس. بس مثلا خلينا نقول جماعه الكونستيتيوشنال ديلي، دو يو اجري وذ مي؟ اي زين، اور ريسبتور ابنورمالتي اوف اف اس اتش والالج، يعني الاوفر ريسبتور هذا تستوي. يس، وذن ممكن ريزيستنت اوفر ريسبتور يجون هذول شنو هم هاي، ممكن يجون وذن هاي يعني هاي ليفل اوف اف اس اتش عند الالج، فممكن يكون مثل ما قلتي اوت فلو اوف ليست نيجاتيف فيدباك فيكون يس هاي. يس راح يصير هاي، ممكن يكون شنو، ممكن يكون كونستيتيوشنال ديلي. تمام، ممكن مثلا هذول البيشنت اللي عندهم ممكن روكيتانسكي سيندروم اللي عندهم اكس اكس مولاريان اجينيسيس، زين هذول ما عندهم يوترس بس عندهم نورمال ليفل اوف ذا عندهم اوفريز وعندهم نورمال ليفل اوف ذا اف اس اتش اند ال. تمام، هم هنا ممكن يجي نورمال. اوكي، ودي لما بلازما اتش اند اف اس اتش ليفل ار فيري لو، يعني hypogonadotrophic hypogonadism ممكن تيومر قد يكون. دكتور اسمعني،
وين عندهم لونهم of the FSH and LH. اي يعني تيومر مثلا تيومر وير بالهايبوثالاموس yes yes in the hypothalamus or in the pituitary very good very good or due to constitutional delay constitutional delay yes come on yes next question please دكتورة سؤال دكتورة نعم تفضلي دكتورة شو معناته constitutional delay يعني شي psychology no it is physiological delay يعني هذه patient ممكن يعني underlying عفوا genetic causes يعني هذه البيشنت مثلا ممكن والدتها ممكن اختها ممكن هي امها اصلا عندها constitutional delay او ايضا يعني هي كانت السايكل هي من اجت الفيرست منارك مثلا اجاها متاخرا at the age of 16 17 or even 18 فهذا نتوقع له في الجينيتك بيسز يعني غالبا هو لازم هذا نقول constitutional delay if we are doing exclusion of other causes تمام يعني يكون نقول ما عدا فد any problem لا بالهرمون ولا بالألتراساون والكاريوتايب نورمال حتى نقول هذا constitutional delay يعني مجرد وقت time يحتاج for full maturation of the hypothalamic pituitary ovarian axis okay شكرا يلا عيني next please الأقرأ. إيه. The case study: good a boy is brought to you by his parents concerned that he has behind his classmates in pubertal development. نعم. السؤال يقول: what would you examine to assess his stage of puberty? نعم. طبعاً أول شيء يعني لازم أبدأ أسوي examine لي اللي هو Turner's staging للجنتليا والبيوبيك هير development. Yes. Turner's staging. ممكن أشوف الهايت مالته أولى لأن احتمال إنه هو صار عنده بون فيوجن من وقت وأشوف الوزن مالته احتمال يكون أوبستي لأن إذا أوبستي يعني راح يصير البيوبرتي إيرلا يس بعد السكندري هو كاراستيرستيك يس عنده أولى نعم بعد صحيح وحكيك كله صحيح بس هذولا مثلا ممكن عندهم فد chronic diseases مثلاً medical history medications هي نسأل عليها yes very good يعني أنا هرمون أسي هم أشوف له ممكن yes ممكن نحتاج هرمون أسي why not if indicated yes بس هو شنو هو ده يحكي على examination دكتورة نور فاللي هرمون أسي ضمن examination تمام حتى صراحة اللي قلت لك بالنسبه للهيستوري والميديكال هيستوري هذا بالهيستوري يعني مو ضمن الاكزامينيشن بس بالنسبه للاكزامينيشن الاشياء اللي حكيتيها هسه صحيح يس ويلكم نيكست بليز نيكست بليز ها يلا ما بيها شيء هسه تخوش ده تجاوبون صح يا دكتور يلا عيني يلا consider that he is a 40 years old what a proportion of a normal 40 years old would be expected not yet to be exhibiting sign of a puberty and what factor in his history may make you feel that he's in this group يعني يطلب من عندي شقد هي النسبة اللي بأعمار دولة ممكن يعانون من نفس هاي المشكلة يعني تقريبا من 3-5% يس يس وشنو هي العوامل اللي اخذها من الهيستوري مالته تدل على انه هذا الشيء ممكن نورمال يعني فاميلي هيستوري اذا كان ابوه نفسه اذا كان مال نيوتريشن يعني اذا كان الشخص هزيل البنيه يس يتعرض لستريس سيستماتيك ديزيز هماتين
وإذا كان تعرض إلى تروما يعني براسه أو شيء. yes very good very good systemic disease illness تمام chronic disease مثل ما قلتي مع absorption عنده yes عشت إيدكم welcome زين next please نجاوب دكتورة يلا عين دكتورة حاضرين. Explain what is meant by bone age. How will this help in this boy's case? Boy's case. Yes. For bone age, يعني the degree mal maturation of a child's bone. Yes. And وشون أعرفه by making X-ray. Yes. Yes. Very good. نعم. وشون يعرفوا هذا يعني هذا يعني عنده precocious puberty delayed مثلا puberty قاسوا هذا الريست فون قاسوا البون ايج شو يسووا له اقارنا ويا الستاندرد سايز عند very good yes very good. تسمعيني عيني دكتورة؟ اي وياج دكتورة. اه ده تسمعيني خوش. ها تمام. ال standard size وال shape. yes. with the standards for the patient's age. تمام. يلا. next question. البقية وينهم؟ البقية وينهم؟ ترى فور يو يعني هو يلا جاوب دكتورة هذا سؤال when does the growth spurt occur in relation to the other event of puberty in boys yes دكتورة شو وقت يصير growth بالبويز دكتورة after spermatogenesis لا هو أعتقد هو السؤال قد يكون ما مفهوم هي أعتقد المطلوب أنه شقد الفيلوسيتي velocity of growth in male in boys دكتورة 10 هذا 10 سنتيمتر بالحطي yes. yes 10 cm per hour yes next please next question العفو دكتورة تقدر تعيدين هذا السؤال؟ السؤال هو يعني السؤال ترى هو مخربط أعتقد إحنا بوقتها عدلناه بس يمكن النسخة مال التصحيح ما واصلة يعني هو صراحة السؤال يسأل على الـ rate of growth spurt in boys يعني هو هذا المفهوم من السؤال تمام؟ the rate of growth spurt in boys and how will you How will you يعني how will you assess this growth? هذه هنا how will you assess this growth rate يكون عن طريق comparison height comparisons over time يعني كل ما يوصل مرحلة عمرية يقيسون ايش قد الجروث صار مالته ايش قد الطول مالته صار over time فالسؤال هو عن growth spurt يعني the rate of growth spurt is the rate of the growth spurt in boys and how will you assess it فالassessment راح تصير عن طريق ال height comparisons over time اوكي واضح دكتورة نعم هذا بالورا اي ان يلا Could it be that the boy is starting puberty, but his parents have not noticed it? Why may they not have noticed the early stages? Doctora, بسبب إنه some changes are not so obvious like others. Yes. Okay. مثلاً maybe there is يعني early signs of a puberty in boys. The increment in the testicular size followed by reddening of the scrotal skin, elongation,
Oh, okay, tamam. So the parents may not be aware that these changes are occurring. Tamam. Okay. Next, please. دكتورة السؤال قبل يمكن ما حلينا يا هو عيني أنا ما أعرف يعني وياكم ترى أنتوا تقرون وأني اللي هو 3-9 3-9 وين 3-9 ها when does the growth spurt occur in relation to the other events of puberty in boys يعني ترتيبه yes أحلى دكتور يل يس هو يبدي ورا ال 12 شهر after testicular tissue development yes very good يعني بين العشرة إلى 16 سنة تمام عاشت تمام يلا next question please Might he be producing sperms? هذا على السؤال اللي قبله مال ال early signs of puberty in boys. Why may they not have noticed the early stages? البارت الثاني might he be producing sperms? Victoria, maybe or maybe not. Or maybe not, yes. It is doubtful. Yes, very good. يلا يعني 3-12. Victoria, good. If he had have abnormal or dilated puberty, what test would you use to distinguish between defect in the gonads and defect primarily in the hypothalamus pituitary? دكتورة راح هنا استخدم الهرمونال أسي لأن هنا إذا أريد أنا أشوف عن الهايبوثالاموس yes which hormone أحب غير أدور على الجونادر ريليزنج هرمون جي تدرون أنت ال بالفيميل وبالميل اثنينهم عندهم اف اس اتش ترى عندهم اف اس اتش وال اتش وعندهم اندروجين yes تستوستيرون ولكن بالميل الـ يعني الليفل مالتهم اقل بالفيميل طبعا both FSH and LH are needed to complete spermatogenesis طبعا هذول اذا نسوي الـ FSH ويطلع لو نتوقع الديفكت وين لو FSH اذا لو FSH هو ديفكت بال DNRH او وين يعني بالكمبيوتر Very good. ممكن بالهايبوثالاموس أو ممكن بالبيتيوتري. وإذا التستوستيرون طلع له وين المشكلة؟ يعني طلع لك الـ FSH normal بس التستوستيرون is هنا أنا يعني الـ LH راح يكون هو قليل يعني من هنا من البيتيوتري. لا لا هم إذا اثنين هم normal الـ LH والـ FSH وسويتي تستوستيرون وطلع له المشكلة وين؟ قلنا إذا الـ FSH والـ LH لو المشكلة بالهايبوثالاموس والبيتيوتري التستوستيرون لو وين المشكلة؟ دكتورة ما أعرف ما جاي أميز السؤال السؤال ما تتميزي إحنا إيش قلنا؟ قلنا السؤال هو يقول لك شلون نفرق بين الـ defects in the gonads and the defects in the hypothalamus or pituitary يعني شلون نعرف من نسوي هرمونال أسي شلون نعرف هنا المشكلة بالهايبوثالاموس بالبيتيوتري لو بالجوناد فقلت نسوي FSH و LH هم لو قلنا المشكلة بالهايبوثالاموس تمام وإذا هنا راح يصير مشكلة بالجوناد عندي أحسنتي إذا لقيناهم نورمال تمام إذا لقيناهم نورمال ولكن التستوستيرون إز لو معناها المشكلة بالإند أورجن معناها بالتستس المشكلة تمام الجونات next please case study 2 دكتورة حلا يلا عين another boy aged 8 has been brought to you because his parents are concerned that he
classmates advice for his age and they are worried about precocious puberty. السؤال الأول what is the lower age limit of normal puberty in boys? 9 years دكتورة. نعم 9 years yes. In females إيش قد؟ 8. عفي. In females below 8. In male below 9 yes. لأن هو البيوبرتي تبدي ورا الفيميل تتأخر. زين. How would you assess this boy's stage of puberty? دكتورة جاوب؟ Yes. Tenor staining has genitalia and pubic hair development. ونشوف yes. secondary sexual characteristic. Yes. وبعد؟ الويت. Weight. عفية. وبعد؟ Height. Very good. هذول كلهم نسويهم أس. زين. What will be the possible consequences of early puberty? هذول اللي صار عندهم يعني precocious. دكتورة. راح يصير عندهم short stature. Very good. Short stature. Short stature دكتورة. Yes. وbehavior problem راح يساعدهم. Yes. يعني social. family problems ثم خطية يعني they are prematurely confirming into or converted into adults يعني فمو قد يحتاج لهم أيضا psychological rehabilitation يعني شون واحد يتعب pediatric يعني psychologist وياهم وfamily support طبعا بس هو الأهم شيء هو ال short stature premature growth epiphyseal or spurt epiphyseal closure premature epiphyseal closure. What are the common causes of early puberty in boys? Common causes of precocious يعني puberty in boys. شنو هي the common causes? دكتورة إما عند يعني خلل بالسنتر نيرفس سيستم مثلا من جايتس أو تروما أو تيومر أو أي عيني دكتورة أي دكتورة إما عند خلل بال يعني عند بالسنتر نيرفس سيستم مثلا عند من جايتس أو تروما أو تيومر أو عنده خلل هذا اترو أو في حالة السيدو مثلاً عنده الغونادال تيومر أدرينال. Very good. Very good. Yes. Very good. Next please. What might you do to delay puberty in this case? What other help might be need? أجاب دكتورة. Yes. دكتورة يعني مثلا إذا كان عنده خلل بالسنتر نيرفس سيستم مثلا عنده تيومر أو شيء راح نوخره بالإضافة إلى أنهم ننطي أنه غونادال ريليزينج هرمون أجونست أند أنتاغونست الأجونست هو راح يشتغل لفترة طويلة مع أنه يشتغل بعد ما راح يصير استجابة وأعطي أنتاغونست هو راح يسد الريسبترات يس على الغونادال ريليزينج هرمون يس يعني إحنا نطي يسموها جي إن آر إتش أنالوجز whether agonist or antagonist حسب يعني the preparation حسب المتوفر تمام to block androgen action تمام زين هذول ممكن يعني إذا ننطيهم إياه وهم واصلين مرحلة الإبيفيزيال كلوجر could be reversed يعني هذه مرحلة الستيتشر ممكن ترجع لو لا ها هي هم وصلوا الهايت مالتهم لا دكتورة ما صار ترجع هم وصلوا صحيح يعني هم إذا وصلوا ها هي بعد ال end result مال the puberty the epiphyseal closure whether in male or in female تمام بعد it is difficult to be reversed راح يبقون shorter than their average يعني for age yes you decide that he has isosexual precocity which is manifest in males as virilization But no more. What disorders of the adrenal gland may cause these signs? Isosexual precocity. أجاوب دكتورة. Yes.
دكتورة قد تكون congenital adrenal hyperplasia اللي هي morbid male أو adrenal tumor. أو adrenal tumor. Yes, very good. يعني the same person isosexual يعني the same person يطلع شنو يطلع more يعني يطلع more androgen iso from the same person يطلع more androgen whether from the adrenal tumor or from congenital adrenal hyperplasia. إحنا قلنا هي غالبا تصير بالفيميل ولكن rare دي ممكن كان occur at male. Yes. Next please, how much you differentiate between these possibilities? شلون نفرق بين الادرينال تيومر والكونجنيتال ادرينال هايبرپلاجيا؟ جاوب دكتورة. Yes. دكتورة. يعني اريد البقية هم يشاركون. هي المشكلة انه هم دا ينسحبون يعني من 37 38 هسه صاروا 31. يعني ما اعرف يخافون من الاسئلة ما اعرف يعني شنو ما اعرف شنو المشكلة. جاوبي عيني جاوبي. جاوباني دكتورة. جاوبوا عيني جاوبوا جاوبوا هاي عاشت ايدكم. اي شلون نفرق بين الادرينال تيومر والكونجنيتال ادرينال هايبربليجيا؟ دكتورة ادرينال جلاند بايوبسي اخذ بايوبسي لها والكونجنيتال ادرينال ما ممكن تبين الطريقة اسرع من البايوبسي واسهل وليس انفيزيف. Congenital adrenal hyperplasia صير دكتورة ultrasound. Very good. Ultrasound نسوي to detect any adrenal tumor. مثلاً مرات الألتراساوند ما يفيدنا ممكن نسوي CT or MRI. تمام. Congenital adrenal hyperplasia شلون نعرفها؟ شلون نميزها؟ شو نسوي؟ شو نقيس يا إنزيم؟ 17 هيدروكسي بروجستيرون اذا طلع هاي يعني هو عنده congenital adrenal hyperplasia 17 هيدروكسي بروجستيرون ان سيرام فنفرق بيناتهم. تمام. next please. دكتوره يلا يلا من ويانا مريم جاوب يا دكتور يلا يلا جاوب جاوب عيني دكتور حمزه جاوب. أي دكتور there is graduation of ovarian follicle as a woman proceeds toward the menopause says that the secretion of the estrogen declined dramatically what will happen to the plasma level of the following hormones دكتور بما أنه قل الاستروجين فال FSH راح يصير elevated راح يعني increase والLH أيضا راح increase. ليش دكتور حمزة ليش يعني اثنين هم يصعدون هو طبعا يا هو اللي يصعد أول شيء الـ FSH يصعد أول شيء دكتورة الـ FSH يصعد أول شيء ليش يصعد الـ FSH وبعدين الـ LH يصير بيهم لأن استروجين نيجاتيف فيدباك تجي لأن استروجين قليل عندنا تروح نيجاتيف فيدباك لل هايبوثالاموس زين تمام وبعد وبعد دكتورة الانهبين يس فيري جود الانهبين شو يسوي شو شغله الانهبين دكتورة هم الانهبيشن يسوي كان بالأحوال الطبيعية هو شي يسوي مين يطلع هذا الانهبين من الجرانيولوزا سيلز من الجرانيولوزا سيلز عفية فهذا with time with age شي يصير بي السكريشن الكونسنتريشن ما تيقل فمن الكونسنتريشن ما تيقل ايش راح يصير بالاف اس اتش راح يصعد تمام وكذلك ال اتش بعدين ال اتش بعدين ورا تمام عفية Next, please. What will happen to GnRH secretion from the hypothalamus? هم بهاي المينوبوزال. هم increase. يعني increase. As a compensatory mechanism. Why do these changes occur? اللي انتو قلتوها. تمام؟ هسا اللي حكينا. There is loss of negative feedback to the pituitary. ليش؟ لأنه هو شنو؟ شلون يقلل FSH والLH؟ من الاستروجين يصعد الليفل مالته ايش راح يسوي راح يسوي نيجاتيف فيدباك على اليمن على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس راح يقللهم يقولهم يا ترى اني وصلتها الليفل المطلوب بعد ماكو داعي بعد الدزون بعد اف اس اتش وال اتش حتى يعني حتى يزيد الكونسنتريشن من هذا الفيدباك لوست نيجاتيف فيدباك باي استروجين لان هو صار قليل فبعدها هي هو راح يصعد الاف اس اتش والال اتش
Very good. Why are changes in the LH and FSH secretions different? Because there is no inhibin from the ovary, so selective inhibition of the FSH no longer occurs and it thus rises more than LH. لأنه ال FSH اثنين راح يشتغلون عليه. هم ال loss of negative feedback مع الاستروجين راحت وهمين الانهبين. يعني اثنين شغلاتهم راح يخلوه يصعد ولهذا يكون أسرع من ال LH الصعود مالته. List at least five effects of estrogen depletion that menopausal women may experience. احنا نسميهم هذول menopausal symptoms. شنو هم؟ شو يصير عند هذه الكيس المينابوزال؟ دكتورة يأثر على اليوترس. نعم، شو يصير باليوترس؟ يصير بي شرينكيج والسيرفكس يصير بي ثينينج والفيجاينا روجي هماتين لوست يصير شرينكيج بالبريست تشينج ان سكين ريدكشن ان بلادر تون وحتى yes. يأثر على البون very good. وبعد هذول الاورجانيك بريزنتيشن اكثر شيء نسميه احنا بيزو موتور سيمتومز همينه وهاي البيزو موتور سيمتومز قد تسبق المينوبوز لسنوات تسبب هوت فلاشز اللي هي 80% من النساء very good. يصير عندهم hot flashes, يصير عندهم night sweats, يصير عندهم mood changes, anger, يصير عندهم sleep deprivation. يعني صراحة هواية depression ممكن يصير عندهم. بصراحة وبالحقيقة مو depression ولكن mood swings يعني easily irritable يصيرون. فهذول ال changes ممكن تسبق المينابوز بسنوات. يعني مو patient من الصير منابوز يلا يصير عنده hot flashes وهذه الأشياء لا الفيزو موتور symptoms ممكن تسبقها ولكن تكون more aggravated at the time of menopause وقد تستمر لفترة محددة بعد المينابوز يعني فتكون so intolerant sometimes for those patients. طبعا وتدرون انتو هذه كلها breast atrophy والgenital tract بصورة عامة due to loss of the estrogen بالإضافة إلى osteoporosis changing in the cholesterol, lipid profile, possible increase in the risk of يعني cardiovascular diseases. تمام. زين ليش يصير عندهم hot flushes و sweating؟ شنو ببالكم؟ ليش شنو السبب؟ ليش ده يصير عندهم هاي الفيزوموتور؟ دكتورة بسبب نقص الاستروجين؟ اللي هو بالتالي شيء أثر على اليمن. نقص الاستروجين سوى بازا دايليتر للفازل يؤثر على الثيرموستات سنتر اللي موجود وين اللي موجود بالهايبوثالامس اللي يسوي ريجوليشن يعني الثيرموستات مع البادي تمام فمن ماكو استروجين ايش راح يصير راح يصير ديستربنس فراح يصير عندهم شنو فيزو دايليتيشن كيوتينس فيزو دايليتيشن راح يصير عندهم وراح يصير عندهم وبالتالي وهيت لوس وبالتالي يصيرون شنو يصيرون هذه الفيزو موتور سيمتومز عفوا نيكست بليز وات تريتمنت اور بريفنتيف ميجرز مايت يو كونسيدر فور مينوبوز بروبلمز دكتورة تغير اللايف ستايل مثلا اذا كان سموكينج يقلل سموكينج الكحول تستخدم الهرمون ريبليسمنت ثيرابي يكون اورالي او جل يس طبعا هو مو بس اورالي او جل اكو هوايه اكو بيساري اكو انجكشن اكو باتش حسب يعني نعم اكو لوكال ممكن فيجينال مثل ما قلتي جل نعم كريم نعم بعد غير الاستروجين زين إذا اجتكم اثنين patient تردون تطوهم منابوزال اثنيناتهم وحدة عندها يوترس ووحدة شايلة اليوترس يعني هيستركتومايزد تمام وتردون تطوهم هرمونال ريبليسمنت ثيرابي ايش تطون كل وحدة من عندهم هذول شنو نوع الهرمون اللي تطوهم اياه عندكم هرمون عندكم استروجين اند بروجستيرون ذات از يوزد فور هرمونال ريبليسمنت ثيرابي
فإذا جتكم واحدة عندها يوترس بعده موجود مينابوزل، والثانية هم عندها هم مينابوزل ولكن شايلين اليوترس مالته، شلون تعطوهم الهرمون ريبليسمنت ثيرابي؟ اللي عندها يوترس ايش تنطيها؟ واللي أجل يوترس أعطيها بسفونيت لأنها أمن. طبعا هو it is the reverse دكتور، هو هم ليش يطون بروجستيرون أصلا حتى يصير عندهم withdrawal bleeding تمام، أو حتى إذا هذا إذا أعطوهم إياه cyclical، أو حتى يصير عندهم شنو prevention of the endometrial hyperplasia. وليش يطون البروجستيرون؟ to oppose the action of the estrogen on the uterus. يعني إذا البيشنت عندها يوترس وظلينا نعطيها بس استروجين، إيش راح يصير عندهم هذولا؟ إيش راح يصير عندهم؟ عندهم ماتيريال هايبربليزيا. مرقود. مالي. إيش يصير عندهم ممكن؟ لايبل فور. كارسينوما. مرقود. عنده ماتيريال كانسر. زين؟ في البيشنت إذا عندها يوترس المفروض نعطيها استروجين وبروجستيرون. إذا ما عندها يوترس نعطيها فقط استروجين لأنه هي ما عندها يوترس. الاستروجين فقط نطهيه for relief of the vasomotor symptoms of the other يعني osteoporosis protection against مثلا هي الاوستيوبوروسيس يعني هذه الفيزوموتور symptoms الكارديوفاسكولار ريسك الجينيتال تراكت اتروفي مثلا ممكن يفيدهم. بس احنا اكو نقطه يعني اهم احب الفت نظركم الها، طبعا بعد دراسات شافوا هذول البيشنت اللي ينطوهم، طبعا احنا مو فريلي نعطي الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، يعني احنا هسه حاليا على ارض الواقع وبالبراكتس ما كلش نحب نعطي هرمون ريبليسمنت ثيرابي للبوست مينابوزال. ليش؟ بيكوز ذا هرمونز باي ذيم سيلفز ار اسوشيتد وذ سايد افكتس، ممكن يسوون كارديوفاسكولار ريسك، انكريز ريسك اوف بريست كانسر، اندوميتريال كانسر تمام، ممكن كوجليشن بروبلم راح يسوينا because of the presence of the estrogen. فيعني شافوا the combination of the both estrogen and progesterone اثنيناتهم يعني when they are given for the patient with a uterus ممكن هذول الريسك مالتهم أكثر مما على ال CA breast، يعني ممكن ال incidence أو الريسك مال CA breast يكون عندهم أكثر مما لو انطينا استروجين واحدة تمام. يعني حتى البروجستيرون ممكن implicated in the as a risk factor for the development of the breast cancer. هذه فقط للمعلومة يعني. إحنا بصورة عامة البيشنت نعطي استروجين وعندها يوترس لازم نعطي بروجسترون وياه، ولكن إذا لازم نعطي لازم good counseling, good selection of the patient, good follow up لازم، وما نعطي لفترة طويلة. زين صح إحنا إذا راح نقطع يعني هذا التريتمنت ممكن راح ترجع الساين والسيمتوم عند البيشنت، ولكن احنا هذا لازم تعرف انه with not without risk، لازم تعرف انه there is high risk of development of a breast cancer. هذه للمعلومة فقط للاطلاع. اذا مثل ما قلتوا عاد عندنا general measures نعطي lifestyle changes, stop smoking, exercise, decreasing body weight, stopping alcohol، ونعطيها الهرمونال replacement therapy. ممكن نعطيهم adjuvant treatment مثلا هاي المساعدة التونيكس، نعطي كالسيوم نعطي فيتامين دي تمام. اي والاستروجين والبروجستيرون هذول طبعا preparations هواي، اكو مثل ما قلنا اكو patch اكو injection اكو رينج اكو بيساري اكو intradermal implant يخلوه زين، اكو oral واكو local ممكن حسب البريبريشن المناسبة. طبعا كل وحدة الدوز مالتها ممكن يختلف عن الثانية حسب اللي تحتاجه البيشنت. واكو alternative drugs طبعا، اكو اشياء اعشاب حتى الاكوبانشر الابر الصينية ممكن يستخدموها، بس هذه كلها يعني low evidence على الـ يعني على الـ المدى يعني الافيشنسي مالتها for controlling symptoms. What possible disadvantages are there to HRT? شنو هي disadvantage؟ endometrial cancer بالovary ممكن تسبب ovarian cyst، ممكن تأثر على coronary heart disease، بالbreast ممكن تسبب pain،
ثرومبوليزم سبب ستروك. Very good. وبريست كانسر دكتور، أهم شيء البريست كانسر تعرفين هم من ينطون هرمونز يركزون دائما على الأورغانز اللي هي هرمون ريسبونسيف، اللي هي مثلا الأوفري، اللي هي مثلا اليوتراس، اللي هي البريست. فمن ينطو يعني قد يكون مرات سلاح ذو حدين، ولهذا one of the preparations اللي طلعوها بعدين ينطوها للتريتمنت for vasomotor symptoms for menopausal signs and symptoms فشي يسموه selective estrogen receptor modulator. هذا شنو؟ هذا يشتغل استروجين على اليمن على الاوستيوبوروسيس تمام، وعلى الفاجينا وعلى الجينيتال تراكت، يشتغل استروجينيك تمام، يعني بيه فائده. ويشتغل انتي استروجينيك على اليمن على البريست وعلى الاندومتريوم، يعني ما يسوي ما يزود الريسك مال الكانسر. بس طبعا هو مو متاح لكل البيشنت واكسبنسيف مرات ونوت افيلبل مرات بال يعني مو كل الدول. انا مثلا ما سامعه بيه هنا عندنا، ما اعرف اذا موجود او لا. هذه يسموه سيلكتيف استروجين ريسبتر مودوليترز، اللي هي واحده من انواع يسموه رالوكسيفين. رالوكسيفين زين، هوايه اكو دراجز يعني، بس احنا هذه للاطلاع يعني، حبيت حتى شويه صار عندكم فكره عن الموضوع تمام. فهوايه البحث جاري يعني على هذه الدراجز يعني. يلا، why are estrogen only preparations not given to women who have not had hysterectomy؟ احنا حكينا اللي قدام، ليش قلنا endometrial hyperplasia اللي تسوي كانسر؟ yes، اللي هي تعتبر pre-malignant condition، if not treated well تعتبر pre-malignant condition. فإذا انطينا unopposed estrogens يعني استروجينز وحدها unopposed by progesterone يعني ما تعاكس فعلها البروجستوجينز، ممكن تسوي لنا abnormal proliferation وrisk of the endometrial cancer. عافية. في البروجسترون will inhibit this process. Okay. How are fibroids diagnosed؟ جواب عن دكتورة؟ يعني دكتورة فضل. دكتورة الفايبرويدز بالبداية آخر السطر قايل the case of the excessive bleeding is not well documented but may be related to increased surface area. Use your textbook. بعدين قايل لي يعني هاي بالبداية كيس أقرأ دكتورة لو قبل بس نجاوب. قريها والله ما أدري ما موجودة عندي. It is relatively common for women to develop fibroids which are benign tumors of smooth muscle occurring in the myometrium. They can be large and numerous. These tumors are hormone dependent and so regresses after the menopause. But prior to that, they can lead to very heavy menstrual bleeding and other problems. The case of the excessive bleeding is not well documented, but may be related to increased surface area. Yes. Use your textbook to address this. So, how are fibroids diagnosed? Yes. بالبداية احنا الفايبرويدز ديجنوستيك بالبداية هاي البلفيك اكزامينيشن، الدكتور لازم يشوف يعني الشيب مالتها والسايز. نعم. يشوف اذا اليوترس يعني حجمه طبيعي او لا، فالفايبرويدز may be present. نعم. واتاكد همين من الالترا ساوند، اسوي لها الترا ساوند حتى اشوف بالام ار اي حتى اتاكد. اي ودكتورة هو قايل excessive bleeding يعني لازم اتاكد هم يعني blood test تسوي لها حتى اتاكد اذا عندها انيميا او لا. اي عيني دكتورة؟ اي وياكم دكتورة، عيني وياكم دكتورة. همين اتاكد من هايستروسكوبي، هاي بروسيجر تخلي الدكتور يعني حتى يشوف داخل اليوتراس والدايكنوز يعني والكيسز مالته هذا الابنورمال bleeding. هو حسب يعني هو طبعا الفايبرويد تدرين هو بي حسب مكانه دكتور. الهستروسكوب احنا نشوف انسايد ذا يوترس، مو دائما الهستروسكوب يعني يس ممكن الهستروسكوب يكون اوتسايد على السروزه مثلا او يكون ان ذا مايوميتيريوم. هذه الحاله ممكن يفيدنا ذا لابروسكوب يعني ندخل بالاندوسكوب عن طريق الابدومين. اوكي ويا اي، فمو دائما الهستروسكوب يراوينا كل الفايبرويد الموجود، يراوينا فقط
the fibroid in the endometrial cavity ممكن نشوفه okay inside the uterus. بس احنا مثلا غالبية الكيسز اللي عندهم fibroid هم are asymptomatic. الفايبرويد is the most common benign tumor in the female. صراحة مرات البيشنت يجون على غير أشياء and they are diagnosed accidentally by ultrasound to have fibroid. فمو دائما هي harmful. والتريتمنت مالتها تعتمد على السايز، على اللوكيشن اوف ذا فايبرويد، تعتمد على السيمتوم مال الفايبرويد. فإذا كانت الفايبرويد ما بيها سيمتوم اسيمتوماتيك ما يحتاج حتى تريتمنت. ولكن إذا احتاجت تريتمنت ممكن إذا كانت بها سيمتومز ممكن يحتاج لها تريتمنت توصل حتى بالسيرجري، يعني ممكن حتى نشيل الفايبرويد أو نشال اليوترس كله إذا بي ملتيبل فايبرويد. زين طبعا الدايجنوسيس أول شيء نبلش بالهيستوري بعدين نجي نسوي اكزامينيشن. إحنا يعني well you are proceeding with the pelvic examination، ولكن قبل ما نبلش بالpelvic نشوف الابدومينال examination، the size of the uterus، مرات نحس اكو ماس in the uterus همينة. تمام هذه كلها ممكن يعني تعطينا فكرة انه patient may have fibroid or not. طبعا احنا اول خطوة نسويها بالdiagnosis ورا الhistory والexamination لازم نسوي ultrasound اللي هو يعني easily diagnosing the presence or absence of fibroids. ونادرا ما نحتاج MRI يعني for to confirm the diagnosis. وغالبا هو الالتراساوند سكان. عفي. راح يقول لنا الالتراساوند السايت وين صاير، number of fibroids اذا اكثر من واحد. Yes. How would you assess whether menstrual blood loss is sufficiently great to have adverse effects? هو الانسر بس عدرين شوي هعيني اشو صوتكم راح. دكتورة اسألها اذا هذا الشيء impact on her daily activity. Very good. Number of days of a flow. Number of changes of baths and إذا كان أكو clots or flooding يعني on her clothes. برضو هاي من الأشياء المهمة اللي ركز عليها من ال patient عنده history of يعني heavy menstrual blood loss. أنيميا طبعاً إذا ال patient صار عندها pallor، حست بنفسها pallor همينة، شافت روحها زين. What options are there for treating heavy menstrual loss in women under 35 and in women near the menopause? يعني شنو فرق شنو اختلاف التريتمنت بين هذول النوعين من الومن؟ واحدة جوا 35 وواحدة near menopause. من نجي نختار التريتمنت ايش ناخذ بحساباتنا؟ طبعا دكتورة لا تريد بريغنانسي دكتورة بريغنانسي نعم دكتورة هذا الفوق ال 35 يعني نسوي لها هذا هيتروكتومي يعني لازم زاله نسوي يعني ماكو داعي صار بريغنانسي. You mean hysterectomy؟ نعم دكتورة. والفوق الجوا 35 نطيها fibroblastic agent. زين. شنو يعتمد يعني your choice of treatment, your options. شلون تختارها؟ تعتمد على شنو؟ يعني شنو الأشياء تأخذها بنظر الاعتبار؟ هو دكتورة العيج. زين. بعد. بعد دكتورة ما أعرف صراحة. تمام هو هذا صراحة clinical يعني بس إحنا نأخذ بنظر الاعتبار the size of the fibroid يعني إيش قد حجمه هذا الفايبرويد حتى نختار له الطريقة المناسبة للعلاج. مرات اللارج فايبرويد ما يفيدهم الميديكال تريتمنت تمام ممكن يحتاج لهم سيرجيكال تريتمنت أو النمبر of fibroids يعني ممكن هذه البيشنت عندها a lot of multiple fibroids باليوترس. هذه البيشنت نسألها هل هي complete her family or not، هل هي married or not، يعني patient هي و unmarried. أكيد إحنا يعني من نريد نسوي لها hysterectomy. hysterectomy means removal of the uterus
And this is a very dangerous decision. يعني هذا قرار مو سهل. خصوصا انه هي she wants to preserve her uterus. مثلا ايش قد عندها children؟ يعني ما معقولة مثلا patient عندها مثلا child واحد او ما عندها nulli pars مثلا او عندها مثلا اثنين او ثلاثة. هي she didn't complete her family. يعني هي she wants to preserve her uterus. فالاشياء اللي ناخذها بعين الاعتبار مثل ما قلت the age, the size and the number of the fibroids, the symptoms. يعني ممكن البيشنت تجينا بيشنت مثلا بالسونار فجأة نشوفها بالصدفة جاي على غير شيء ونشوف بالسونار مالتها عندها فد 3 4 فايبرويد كبار بس هي البيشنت اسيمتوماتيك تمام. وممكن بيشنت تجي عندها فايبرويد واحد عندها سيمتومز هذا ايضا نعتمد عليه تمام. والاعتماد الاخير انه if the patient is married or not, if the patient is married and complete her family or not. يعني كملت الفاميلي مالتها هاي نسوي هيستركتومي لو لا. طبعا احنا قرار الهيستركتومي لا تتخيلوا بها السهولة حتى لو البيشنت كومبليت هير فاميلي because the removal of the uterus will accelerate the process of menopause. يعني احنا اذا شلنا هي بالاربعينات نهاية الاربعينات ممكن تصير منابوز اسرع من البيشنت اللي عندها يوترس تمام. فهذه نخليها بحسباننا زين. فجول ال 35 احنا قلنا هذول الهيستركتومي مستبعد. شنو هي الاوبشنز؟ شنو هي الاوبشنز اوف تريتمنت؟ وات ار ذا اوبشنز اوف تريتمنت جوه ال 35؟ دكتور اي اجاوب انا لو من دكتور نطي اي جاوبوا اثنينكم يلا تطون زين. انا هسه راح اسالكم سؤال تجاوبوا اثنيناتكم. هو اصلا شنو هو المبدا؟ يعني شلون انتم تسوون تريتمنت للفايبرويد على اي اساس؟ يعني شنو هو التريجر اللي يسوي سيمتوم؟ انتم قلتوا بالبدايه قلتوا الفايبرويد هو استروجين ديبندنت تيومر صح؟ صح. طالما اكو استروجين اكو انلارجمنت بالفايبرويد مو صحيح؟ فشنو هدفكم من التريتمنت؟ هذا اول سؤال. الهدف الثاني شنو هي التريتمنت اوبشنز؟ يا هسه واحد منكم يجاوبني على البارت 1. شنو هدفكم من التريتمنت اذا هو استروجين ديبندنت؟ شو تسوي لهالبيشنت؟ ها الهدف شنو؟ احنا نرجع للبيسكس مالتنا مال الاندوكراينولوجي. هذا الفايبرويد معناه شنو المشكله؟ وين اكو ستيميليشن باي استروجين؟ من اكو ستيميليشن باي استروجين يعني شنو معناه؟ معناه اكو اوفيولاتوري سايكلز تمام. معناه اكو اف اس اتش وال اتش وهذول مستمرين ويطلعوا لنا استروجين. فمن يطلعوا لنا استروجين هذا شبي سايز مال الفايبرويد راح يكبر. فشنو الهدف مالتنا؟ الهدف انه نمنع الاوفيوليشن تمام واضح. من نمنع الاوفيوليشن راح بعد ايش راح يصير عندنا؟ suppression of the FSH of the LH and of the estradiol. وبالتالي السايز مال الفايبرويد راح يقل ولكن هو ما يختفي. بمجرد انه نقطع التريتمنت ويرجع الاستروجين لسابق العهد يعني اللي كان عليه راح يرجع مره ثانيه ريجرو. ولهذا هذا الانهيبيشن اوف اوفيوليشن ممكن نستخدمه لفتره مؤقته واضح. بيش نسوي inhibition of ovulation by oral contraceptive pills؟ ممكن نعطي بروجسترون تمام. وممكن نعطي just ممكن non-steroidal anti-inflammatory drugs. ما تسوينا inhibition of ovulation هذه ولكن تقلل الamount of blood loss اوكي اللي هي non-steroidal anti-inflammatory drugs. بس هرمونز حتى تقلل تمنع الاوفيوليشن ممكن نعطي بروجسترون او نعطي كونتراسبتيف بيلز. زين دكتورة نقدر نعطي هماتين جي ان ار اتش انالوج نفس الافكت برجل. ولكن ايش قد تعطي هذا دكتوره؟ هذا شنو السايد افكت مالته من تعطي دكتوره؟ حيأثر نقص للاف اس اتش والال اتش اثنيناتهم وبالتالي يعني ايش قد الفتره اللي تعطيها؟ اوكي هو راح يصفرها تماما. شنو السايد افكت مالته؟
منوبوز منوبوز لايك سنتين تمام اكثر من فور راح يسوي لنا سبريشن البيشنت نخاف عليها من الاوستيوبوروسيس ونخاف عليها من الكارديوفاسكولار ريسك مو صح راح يسوي لنا منوبوز لايك سيمتومز فما نحبذ نطيل لفترات طويله especially in young age تمام in young age هذول ليش نسوي عندهم منوبوز سيمتومز زين هذا الميديكال تريتمنت هو بس هو از ان اوبشن يس فيري جود ضمن الاوبشنز بعد ممكن سيرجري ممكن سيرجري نسوي نشيل الفايبرويد بس نشيله ما نشيل اليوترس يس شو يسموها الاوبريشن اللي نشيل بيها الفايبرويد يسموها مايوميكتومي من مايوما مايوما يعني فايبرويد مايوميكتومي وهذه إما يشيلوها باي يعني open surgery يعني يفتحون بطن المريضة ويشيلون الفايبرويد أو يشيلوها باي لابروسكوب عن طريق الاندوسكوبي أو يشيلوها باي هيستروسكوب تمام حسب السايت مالت الفايبرويد زين وبالنتيجة النهائية إذا هذول كلهم ما فادوا الطرق شي يسولها بالنتيجة بالمحصلة النهائية راح يسولها هيستروكتومي راح يسولها هيستروكتومي طبعا هذه الأوبشنز نفسها احنا ممكن ننطيها للبيشنت اللي هي نير مينابوز يعني بعدها ما صايره مينابوز زين ولكن يبقى نسبة الهيستركتومي بيهم ذولا اعلى من جوه من اللي جوه 35 لان اغلبهم يعني كومبليت ذير فاميلي ما يحتاجون بعد اليوترس مالتهم فممكن نسبة الهيستركتومي تكون بيهم عالية اوكي طبعا هي اكو اذر اوبشنز بس احنا يعني انا ما اريد ادوخكم بيها وانا نخلي بنظر الاعتبار انه البيشنت من توصل المينابوز طبعا كل ما تكبر بالعمر وريتشنج مينابوز نتوقع ايش بيه السايز مال الفايبرويد ايش راح يصير بيه ايش يصير بيه يقل دكتورة very good ليش يقل لان هو اصلا اليوترس كله يصير له شريكيج والاندوماتيريال هماتيا تقل Yes, because it is estrogen dependent. Yes, very good. معناه estrogen deficiency فراح يصير شنو؟ الفايبرويد السايز مالته يقل. تمام؟ هذا يعني بالأحوال الطبيعية. إذا ما قل السايز مالته أو صار sudden increment in size بهاي الحالة ممكن نتوقع صارت بيه sarcomatous changes يعني تحول إلى cancer. ولكن إحنا بدنا نحكي بالأحوال الطبيعية يعني. نعم. هسه اعتقد يعني اخر يمكن سلايدين او ثلاث سلايدات it is common for women in their 40s to have a hysterectomy which in many cases involve removal of the uterus and ovaries what might be the advantages and disadvantages of removing the ovaries as well as the uterus يعني الفوائد والمضار what evidence yes basis Would you quote in helping a woman to decide whether to have her ovaries or remove? يعني هنا مختصر يقولكم ال women. Yes. دكتورة ال advantage بالبداية لازم أنا أسوي لها هيك على مود ال avoiding the cancer. Yes. إذا كان متقدم إذا كان بحالة متقدمة. نعم. والديسادفانتج على مود انه هي شو اسمه وهم تكون الهستركتومي تكون عرضه للاستيوبروسيس يس يصير عندهم يس بس احنا الهستركتومي ترى يعني يو ديد فيري ويل صحيح احنا ممكن نشيله بالكانسر ولكن احنا ممكن نشيله ان كيس ان بناين كونديشنز يعني مثلا فايبرويد اوكي مثلاً dysfunctional uterine bleeding والpatient صارت مثلاً complete her family وصلت menopause وعندها abnormal bleeding وnot responding تمام فإحنا ممكن نشيلها for benign and for malignant conditions sometimes أي عافية أي بعد وهم هي تكون عن osteoporosis because low estrogen إيش بي low estrogen إذا كان قليل أي شبي الاستروجين يس طبعا هاي disadvantage مالته طبعا هو هو
احنا اذا شلنا الاوفريز المشكله نعم اذا شلنا الاوفريز مو بس اليوترس نعم الاوستيوبوروسيس يعتمد على الاستروجين من الاوفريز اي يس طبعا فراح يصير عندها انكريز ريسك اوف دي اوستيوبوروسيس عافيه بعد وكارديوفاسكولار ريسك ثرومبو امبوليزم عافيه زين دكتور يس الإيفيدنس أتوقع هم ذول اللي قلت عليهم إذا كانت عائلتها مكتملة إذا كانت متزوجة مثلاً لو غيرهم yes yes why not yes إحنا هذا ال what evidence basis would you quote in helping women أي يعني هي هذه مثلاً إحنا قبل لا نسوي لها الهيستركتوم مثلاً هي صارت indicated for هيستركتوم نحكي وياها نسوي لها counseling راح تسألنا راح تشيلوا لي الأوفريز لو راح تبقون الأوفريز إحنا لازم نفهمها فوائد بقائهم ومخاطر بقائهم تمام وبالتالي نتوصل الى النتيجه الصحيحه يعني اذا هي مثلا كومبليتر فاميلي ونير مينوبوز احنا راح ننصحها راح نقول لها احنا افضل انه نشيل الاوفريز لان يعني هذول اذا ظلوا there is increased risk of malignancy in the future مو صحيح فاحسن نشيلهم حتى ما يصير اني يعني اني سايت فور بوسيبل يعني malignancy in the future تمام فنشيلهم بروفيلاكتيكلي يعني تمام طبعا هو يعني بصورة عامة هو فوائد اليوترس sometimes احنا من نشيل اليوترس ويسوي curation يعني complete cure يعني مثلا المريضة اللي اذا عندها fibroid اذا شلنا لها اليوترس هو بعد صار عندها complete cure الفايبرويد ما يرجع لها بعد تمام تختلف ايضا هاي من الفوائد اذا مثلا للفايبرويد بصورة عامة could be curative يعني treatment اوكي تمام زين شو وقت العمر احنا نشيل الاوفريز الكات اوف بوينت ممكن نشيل الاوفريز اور نوت نبقيها يعني ننصح البيشنت انه تشيل الاوفريز ما تبقيهم ايش قد الكات اوف بوينت ايش قد الايج دكتوره فوق الخمسين دكتوره يعني بالاربعين او بالخمسين يعني بعد كل اجاباتكم متقاربه من الصحيحه هي تقريبا ات 45 At 45 years, better to remove the ovaries. Better. زين حتى نقلل الريسك مال الكانسر بالأوفري. تمام؟ Any question؟ عندكم بعد وراء سؤال أو شنو؟ خلصنا دكتورة. دكتورة خلصنا. Any question؟ إذا تحبون يعني فتشين عيدة نناقشه. شكرا دكتورة. Welcome. عين دكتور تفضل بالنسبه للهايبوثايرويدزم والهايبرثايرويدزم شنو علاقتها ويا الامينوريا والله دكتور هو صراحه العلاقه الثايرويد ديس اوردرز هي تؤثر على السكس هرمون بايندينج جلوبولين وحده من الافكتس مالتها تمام فمن تزود السكس هرمون بايندينج جلوبولين الفري ليفل مال الجونادوتروفينز ايش راح يصير بيه الفري ليفل راح يقل اوكي ان ذا سيركيليشن راح يقل يعني هاي وحده من الافكتس يعني وحده من الثيوريز فالاكتيف هرمون اللي يحتاج يشتغل يسوي افكت راح يقل بالسيركيليشن تمام وبالتالي يعني وبالتالي ممكن يسوي لنا ممكن امينوريا ممكن يسوي لنا ابنورمال بليدنج يعني الليفل يكون انسفيشنت زين وهو يعني هذا اندايركتلي ممكن الهايبوثايرويديزم بصوره غير مباشره ممكن بي اسوشيتد وذ هايبر برولاكتينيميا اللي هي ممكن تسوي لنا شنو ممكن تسوي لنا هاي ممكن تسوي لنا يعني ايضا منسترال ابنورماليتيز زين فهو التاثير صراحه هو كونترافيرزي عليه نوت نون اكزاكتلي يعني ولكن قد يكون بسبب تاثيرهم على السكس هرمون بايندينج جلوبولين تدرين انت هذا الهرمون المفروض متوازن يعني احنا عندنا فري هرمون اللي هو اللي يشتغل هو الموجود اللي يسوي شغل بالسيركوليشن وعندنا الباوند فورم الباوند اللي هو شنو يوازنه يرتبط بالسكس هرمون بايندينج جلوبولين اللي هذا ما يخلي الليفل يصعد او ينزل مال الهرمون فمن يصير بيه ديستربنس اكيد راح يصير بيه ديستربنس وين بالمنستريشن تمام واضح اوكي شكرا ويلكم دكتور ويلكم اني كويستشن تمام عيني رابط الحضور كلكم وصلكم
وصل دكتورة. شكرا شكرا. Welcome. Thanks a lot. شكرا جدا. مع السلامة. شكرا. الله يكرمك.